معايا الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. دكتورة جيهان مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. هل التعديل يخص فقط إنه حذف التاميفلو وإضافة بدائل أخرى مضادة للفيروسات؟ هو التعديل زي ما حضرتك قلت يشمل حذف التاميفلو، الإبقاء على الهيدروكسيكلوروكين في البروتوكول، إضافة بعض مضادات الفيروسات الأخرى، في بعض التعديلات في استخدام مضادات التجلط بس طبعا بمحاذير وتستخدم في المستشفيات. يعني أنا سمع حضرتك بتقول في الكليكسان والبلافيكس، المفروض الحاجات دي ما بتتاخدش في البيت مع أي حد يروح يجيبها من الصيدلية وياخدها. ده أنا بقولها في إطار تحذير الناس من اتباع البروتوكولات العشوائية اللي بتتنشر على الفيسبوك. الحقيقة حضرتك للأسف احنا بقالنا فترة بنعاني بنقص شديد في أدوية كتيرة في الصيدليات، بسبب ان كل ما يطلع حد بفكرة بروتوكول، طبعا بروتوكول عشوائي او بروتوكول يدعي انتسابه لوزارة الصحة او للجنة العلمية، وتبتدي الناس تاخد الادوية وتبتدي الناس تخزن كمان الادوية، حتى مش بياخدوها بيجيبوها على سبيل انه يخزنها وتبقى عنده احتياطي في البيت. ده عامل مشاكل نقص أدوية جديدة في الصيدليات، عامل مشاكل الناس بتستخدم أدوية هي مش محتاجاها، ممكن تبقى أدوية ضارة ليها هي نفسها. صحيح. يعني في مش كل دواء ينفع كل شخص ياخده. في محاذير لاستعمال الأدوية، في ناس ممنوع عنها استعمال بعض الأدوية المعينة، في حد ممكن يبقى عنده حالة مرضية تستدعي عدم استخدام أدوية معينة، أو إن هو بياخد أدوية لعلاج ضغط أو سكر أو أي حاجة تتعارض مع الدواء اللي هو راح يجيبه لعلاج الكورونا، فيحصل تفاعل بين الأدوية تعمل مشكلة أكبر عنده. فبندخل في دايلمة من المشاكل سببها إن احنا بنتسرع ونروح من غير أي استشارة دكتور، ونبتدي كل واحد عايز يجتهد ويسمع نصيحة أو بروتوكول اتحط على النت مجهول المصدر ويمشي وراه. صحيح. طيب بالنسبة للبروتوكول العلاجي الحالي بعد ما يعني شلنا التاميفلو وأضفنا إيه يا دكتورة؟ الهيدروكسيكلوروكين مكمل معانا من الاول. اضفنا مع كان في دواء اسمه الكاليترا، وسعنا استخدامه، زودنا نسب استخدامه او معدلات استخدامه شويه. اضفنا بعض مضادات الفيروسات الثانيه زي الانترفيرون والريبافيرين، وفي انتظار وجود وصول الريمديسيفير لمصر، اللي هو الدواء اللي اعلنت عنه شركه جيليات في امريكا على وشك انه يصل مصر، برضه محطوط في البروتوكول، وانس انه يوصل ان شاء الله يتم تجربته من خلال طبعا تجارب سريريه. طب احنا ابقينا على الهيدروكسي كلوروكيل، يعني في دول تانية عديده يعني منعت استخدامه. طيب خلينا نناقش الحته دي نوضحها للناس، ان الدول اللي منعت استخدامه كانت بناء على بحث اتنشر في مجلة لانست، بيحذر ان الهيدروكسيكلوروكين ده كان مرتبط بمشاكل لمرضى القلب او مشاكل حصلت في القلب لبعض المرضى. البحث ده الحقيقة اتنشر، لو حضرتك رجعنا للبحث نفسه درسناه، البحث المجلة نفسها مجلة لانست اعلنت ان هو لم يتم مراجعته من خلال المجلة العلمية او الهيئة العلمية للمجلة، والبحث ده الحقيقه اتعمل بطريقه ان هو لم يدرس الحالات اللي يجب استبعادها من الهيدروكسيكلوروكين عند استعماله، لم ياخد محاذير بعمل رسم قلب او فحوصات للعيان دي قبل استعمال الدواء، فدخل في شريحه من المرضى اصلا ممنوع استعمالها للهيدروكسيكلوروكين. حضرتك لو رجعنا للبروتوكول المصري من اول ما اتحط في شهر مارس اللي فات، كان في موضوع في البروتوكول محاذير معينه بعض الناس ممنوع استعمالهم لدواء الهيدروكسيكلوروكين، وبيحدد هذه النوعية من الناس، وعلى طول لما بنلاقي الدواء لا تنطبق عليه المريض، لا تنطبق عليه شروط استعمال الهيدروكسيكلوروكين، على طول بياخد الدواء اللي هو الكاليترا أو الأنتي فيروس البديل ليه، علشان ما نستعملش دواء ما يجيبش استعماله مع المريض ده. وبالتالي احنا الحمد لله تقريبا شبه يعني المشاكل أو الأعراض الجانبية للدواء عندنا كانت قليلة جدا، مع الاخذ في الاعتبار ان هو كانت نتائجه كويسه جدا عندنا بالذات في الحالات البسيطه والمتوسطه، ونسب الشفاء كانت معاه عاليه جدا. طيب فما ينفع، ما فيش مبرر ان انا اشيله من البروتوكول. طيب بالتاكيد حضراتكم يعني بتطلعوا على كل جديد بيتم التوصل ليه فيما يتعلق بعلاجات او فاكسينات لكورونا. يعني مثلا الصينيين امبارح اعلنوا
أو أكدوا فعالية لقاح جديد لكورونا، قالوا أنه نسبة الفعالية بتاعته 99% وأنه على آخر السنة يعني هيتم استخدامه. يعني إيه معلوماتكم حوالين هذا الموضوع؟ هو طبعا حضرتك احنا نفسنا أنه أن أي حد في الدنيا يلاقي دواء أو تطعيم أو فاكسين أو أي حاجة، بس حضرتك برضو لو رجعنا للخبر وقرينا بالتفصيل هنلاقي ان هو توصلوا لوجود لقاح، بس هو لسه في مرحلة التجارب. هو لم يصل للتجارب النهائية. اي دواء جديد او اي لقاح جديد ما بيمرش بمرحلة واحدة من التجارب، يعني بيمر على عدة مراحل. بيجرب الاول على حيوان، وبعدين يجرب على انسان في اعداد قليلة، وبعدين نزود الاعداد دي ونبتدي ندرس المشاكل اللي ممكن يعملها، فبيتم على مراحل. هم قالوا ان هم توصلوا للقاح، بس هو لسه في مرحلة التجارب، لو وصلش للمرحلة ان احنا نبتدي نجربه على اعداد كبيرة من الناس. ده هم حتى يعني انا قريت يا دكتورة سوري، يعني قريت انه عندهم مشكلة دلوقتي لانه في انخفاض في اعداد المصابين بكورونا، فبالتالي مش عارفين يجربوا هذا اللقاح على اعداد كبيرة زي ما يعني القواعد بتقول. والله احنا في انتظار النتيجة، لان طبعا يعني هي مش الصين بس، في كذا دولة اعلنت، روسيا برضو اعلنت تواصل ان هي بتتواصل للقاح او شغالة فيه، بس احنا يعني هننتظر الدواء اللي فعلا يثبت نجاحه ويعدي بالمراحل، لان برضو انا ما ينفعش اجيب لقاح واجي اجربه على عدد كبير من الناس وانا مش عارفة ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل منه او الاعراض الجانبية ليه. فلازم يمر بالتجارب بتاعته، ان احنا يعني زي ما احنا برضو في عندنا برضو جوه في مصر في ابحاث بتتم على لقاحات مختلفة وبتتم على أدوية وأبحاث شغالة من أول ما ابتدى المرض، بنحاول نوصل للحل. بس يعني لغاية لما الدواء يوصل للمراحل اللي تقول نحن نقدر نطبقه، فإحنا منتظرين النتيجة. هو طبعا لغاية لما يعني ربنا يكرم العالم كده والبشرية بلقاح أو فاكسين، ما قدمناش غير البروتوكولات العلاجية، مش كده؟ مظبوط يا فندم. ولازم نبقى عارفين أن كل الأدوية ما فيهمش دواء واحد ثبت فعاليته، يعني ما أقدرش أقول الدواء ده هو علاج الكورونا، ده على مستوى العالم كله مش على عندنا بس. فما فيش دواء هو ثبت فعاليته 100% للقضاء على الفيروس، لكن هي كلها زي ما قلنا هي تجارب احنا بنقيس وبنشوف نتائج وخبراتنا مع العيانين في الفترات اللي فاتت والنتائج رد فعل العيانين للأدوية ديت، بنقول ان احسن أدوية او احسن نتائج كانت مع الأدوية ديت، فاحنا هنكمل بيها لغاية ولما بيظهر دواء جديد برضو بنجربه عن طريق تجارب سريرية ولغاية لما نشوف نتائج احسن من الدواء اللي احنا بنستعمله. وعلى هذا الاساس احنا كل فترة بنعدل في البروتوكول، بنشيل دواء بنحط دواء نتيجة للي احنا بنشوفه من نتائج الأدوية ورد فعل العيانين ليها. بشكرك شكرا جزيلا للدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.